اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده الاكل صحي كالعاده. اعتدنا ان احنا يوم الاحد من كل اسبوع بيكون الاكل بتاعنا صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، وصحتك في اكلتك ده مهم جدا نعرف المصطلحات ديت، ولكن خلونا نطبقها في المطبخ بتاعنا. طب اكل صحي ازاي يا مغازي وانت جايب فريك وجايب فراخ والطحينه؟ تعالوا شوفوا مع بعض احنا هنعمل ايه النهارده. قال لك الفريك ما يحبش الشريك. ناكل الحمام محشي فريك؟ اه زي الفل، احنا المصريين بنعشقه وعلمناه للعالم كله. فراخ محشيه فريك؟ اه. النهارده هعمل طاجن الدجاج بالفريك بمدرسه المغازي، هنشوف نعمله مع بعض ازاي، والفريك ياخد طعم الدجاج والدجاج ياخد طعم الفريك. معانا كوسه النهارده، معتاد ان احنا دايما ناكلها كوسه محشيه، او نعمل يخنه الكوسه، او صينيه كوسه بالبشاميل. ما تيجوا ندلع الكوسه النهارده ونعملها بدبس الرمان مشويه، مش هيخش لها لا زيت ولا اي فليفر خالص غير التوابل بتاعتنا، وندخلها الفرن تتشوي وتطلع تاخد دبس الرمان مع علبه طحينه لطيفه وجميله مع عصره ليمون. حلو قوي. فطاير النهارده هنعملها باللبنه والزعتر. كلنا عارفين في السوبر ماركت في لبنه ريجيم ولبنه مش ريجيم، لبنه قليله الدسامه وفي لبنه كامله الدسم. هنجيبها ونعملها النهارده فطاير مع بعض، ونعمل فطاير بالزعتر السمسم الجميل الحلو السوري اللي احنا عارفينه، دي تركيبه كده وتتبيله، غير الزعتر اليابس اللي احنا عارفينه اللي هو يعتبر فليفر من المطبخ الطلياني. طبعا الاكل الحلو ده محتاج ان احنا يكون معانا عصير، حاجه تساعد على الهضم وفي نفس الوقت تواجه الجو الحر اللي احنا فيه. هنعمل سموزي بالمشمش، واشوفك في المشمش. المشمش ده جاي لي هديه من الاسماعيليه، بوجه تحيه كبيره لكل الاسماعيليه الحبايب الابطال، فقلت اعمل منه النهارده شويه سموزي كده مع الايس كريم، يبقى لطيف وجميل، وان احنا نودع المشمش بالايس كريم والفانيليا. حلقاتي فيها تفاصيل كتيره، معلومه غير معلومه، ولكن مطبخ صحي بقدر الامكان. بنخش جوه الاكله، بنعمل عليها ابحاث، ونهرب من الدهون اللي موجوده فيها، الحاجات اللي ممكن تؤدي لدسامه، ونقدمها لحضراتكم بطريقه لطيفه وبسيطه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقه هيمشي ازاي. معانا فراخ النهارده محتاجين ان احنا ندلعها ونعملها بطريقه جديده، وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى، مقاديرها على الشاشه. طاجن الفراخ بالفريك، والفريك ما يحب الشريك بس هو بيحب الدجاج. المقادير بتاعته فرخه حلوه وزنها تقريبا بيعمل كيلو، معانا من الفريك كوبين، المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشره. معانا بصل وتوم، معانا جزر متقطع كاريهات صغيره مكعبات صغيره كده لطيف وجميل، ده بيساعد على ان الفريك يستوي بسرعه وفي نفس الوقت كمان يبقى فيه طعم ويساعد على المضغ والهضم. والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وحبهان. اول حاجه عندي طاسه على النار شديده الحراره، ناخد الفرخه دي نشيل طبعا الجلده بتاعتها والعرق بتاعها بالشكل ده كده، ودايما انا مع الفراخ تتغسل وهي سليمه. قطعناها وجهزناها، مش لازم نغسلها بعد كده. ناخد اول حاجه الورك كده بالشكل ده كده، بنشيل الجلد ده كده، الجلد ده بالتاكيد فيه الدهون. احنا بنهرب دلوقتي من الحاجه اللي فيها دسامه، بنعمل الاكله اللي نفسنا فيها، حتى لو الكبسه هنعملها، حتى لو المقلوبه، ونهرب من الحاجه اللي فيها دسامه واحنا شغالين مع بعض. بنشيل الجلده دي كده بقدر الامكان اهو، ونفس الموضوع كده. الحاجات دي طبعا بنتخلص منها اهو كده، ولكن انا مع ان الفرخه مثلا بنعمل شويه ملوخيه حلوين وعايزين شويه شوربه بقى دسمه، الفرخه هنا تتسلق زي ما هي، خلي بالك. اه ده موجود وده موجود، ونفس القصه هنا كده. استخدامك للسكينه في حاجات علشان ما تعورش نفسك وانت شغاله بالشكل ده كده، ونفس الموضوع. وعند الطاسه الشديده دي كده هنتبل الفراخ ونبدا نديها الصدمه الناريه. ايه الصدمه الناريه؟ ربنا يبعدنا عن الصدمات، ده مهم جدا ان الفرخه نعمل عمليه احتباس للسوائل اللي موجوده فيها والتوابل اللي موجوده فيها. هنعمل اول حاجه، هنيجي كده يا عم الشيف الكسروله دي كده، اللهم صل على النبي. وعندنا من التوم فصين توم حلوين كده محترمين، بصلايه مفرومه ناعم،
عود رزماري محترم. ناخد الورق بتاعه ده كده. انا بحب دايما الفليفر رزماري زعتر خاصه في الطواجن. معانا زيت زيتون بنحط معلقتين، حلو قوي. شويه الملح بتوعنا، بهاراتك شويه فلفل شويه حبهان بالشكل ده كده. وكل ما تقليل التوابل في الطواجن بالذات كل ما تستطعمي الحاجة، وخاصة لو كان فريك، فريك عشان تستطعميه، لأن احنا كلنا عارفين إن الفريك ده طالع من القمحة، القمح اللي هو الأخضر السنبلة الخضراء غير البرغل، بيطلع من القمح الكامل السوى. هنقلب كل ده مع بعضه الخلطة الحلوة دي كده. حطيت إيه يا شيف تاني راجع معايا؟ روزماري، بصلة ناعمة، تومة ناعمة، زيت زيتون، ملح وفلفل حبهان بالشكل ده كده، عصرة ليمون، شايفين؟ قطعة السدر، الصدمة النارية دي كده، ونفس القصة هنا. بناخد السدر ده كده أهو، بالشكل ده، السحبة دي كده أهو أهو أهو، تقوم تستوي بسرعة، وناخد التتبيلة دي كده. اللهم صل على النبي. ونحط شوية الخلطة دول عليها كده. وأقول لها أودعك. أودعك كده لمدة 10 دقايق تقريبًا، بالشكل ده كده. وغطيها بغطاء محكم بالشكل ده كده اهو، حلو قوي زي ما هي كده. يلا الفراخ هنا تتحمر بالشكل ده كده اهو زي الفل، صدمه ناريه ويبعدنا عن الصدمات، ياخد اللون وياخد الشكل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو الفراخ كده احنا بنحضرها للفريك اهو، ونغطيها تاني، لان لازم تعرفي حاجه مهمه جدا، كل ما تغطي اللحوم او الفراخ وهي شديده الحراره بتستوي، ده بتساعد على تسويتها بسرعه، والسائل اللي جوه اللحمه او الفراخ ما ينشفش، تبقى الحته جوسي كده وفيها طعم الفراخ واللحم. لازم نعرف احنا بنعمل ايه عشان ايه. معانا حله تانيه على النار او طاسه بنحط فيها شويه زيت زيتون عشان نعمل مع بعض شويه فريك حلوين كده. ده الطاجن اهو، زيت زيتون، بصل وتوم ناعم بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي اهو، والفص التوم مع البصل، حمرهم كده، وهما بيتحمروا بنحط عليهم شويه توابل. الفريك كده بالشكل ده كده اهو، شفتوا الجو ده كده اهو اهو. اغسله مره واثنين وثلاثه، واشتريه من السوبر ماركت او اشتريه من عند العطار، اتاكد ان هو طازه وزي الفل، مش متخزن بقاله فتره طويله، يعني ما فيهوش حشرات صغيره. الحاجات اللي انا بقولها دي يا اخوانا مهمه جدا، بقوليات، فول، حمص، فاصوليا، رز، حاجات بتركنيها وتخزنيها تعملي عليها كنترول وتشيكي عليها، وخاصة الفريك اهو. شفت الفريك؟ اه قال ما يحب الشريك قال اه اه. شفت الفريك بالشكل ده كده اه. ناخد شوية الجزر دول، اللهم صل على النبي. ليه حطيت جزر مع الفريك يا شيف؟ انت بتقول بحب الشريك، الجزر ده يا اخوانا لما يستوي مع حبة الفريك القاسية دي كده، مش بيقول لك مفيش حاجة تبلع؟ كل واحد بياكل حاجه كده يقول لك حاجه تبلع، تبلع يعني حبات الرز لما بتكون ناشفه مش شارمه سمنه سمنه بلدي كويس ومستويه كويس، بتاخد وقت كبير في المضغ. وجود الجزر كماده طريه ما بين الفريك وبعضه واحنا بناكله يساعد على مضغ الفريك، لان الفريك ده حبوب القمح الكامله وهي في طريقها للسوى الكامل اهو 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 اهو. طب الطعم هيجي منين يا شيف؟ فين طعم الفراخ هنا بقى يا شيف؟ لو عندك شوربة فراخ ولا شوربة لحمة وتقول لي أكل صحي، اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. الملح بتاعنا، الفراخ أخبارها إيه؟ هو ده الكلام. نبص بصة كده، عند مية بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. يلا يلا التركاية دي أهو، هناخد معانا الشوربة. الشوربة جت منين؟ يلا يلا أهي 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 أهي، إيه الجمال والحلاوة دي؟ أه أه، وعليها الفراخ يا عم الشيف. شفت الطاجن ده كده؟ نبص عليه كده بقى، نبص عليه كده، يلا نغطيه مع بعضه كده ونقول له نودعك. هو ده حدوتة أكلة مصرية بطعم مصري ولكن صحية. اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. تعالوا مع بعض نشوف اخبار الفريك، اخباره ايه؟ هايس مع الفراخ، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه
نجيب صينيه زي دي كده عشان ندخله الفرن كمان مع بعض. الله الفراخ استوت، بص عليها بقى وقول انت انا راضي حكمك. اهو اهو شفت، والفريك استوى راضي حكم. في العود الروزماري، قرن الفلفل الحامي ده لو جوزك بيحب الحار ما تحرموش، اهو يلاقي ده في قلب الفريك يقعد على الاكل اهو زي الفل. تعالوا بقى نحطه في طاجن وندخله الفرن، ده الطبيعي. اللهم صل على النبي. الكسرولة دي كده هنا. الله، قال لك الفريك ما يحب الشريك قال. اه لا جبت فرخه بقى وحشيتيها وطلع الفريك بره وما عرفتيش تقفليها، المبتدئين في المطبخ، عروسه جديده جوزها بيحب الفريك من ايد والدته، مفيش مشكله لما يروح لوالدته. اه ولكن انت لما تعمله له بالشكل ده كده تبقى حاجه حلوه. عينيا اهو، نحط الفريك كده بالشكل ده كده اهو.